السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي عالم كريمة كريمة وورد. كنرحب اولا وقبل كل شيء بجميع اللي التحق بيا والتحق بالقناة نتاعي مؤخرا. كنقول لكم مرحبا واستلف مرحبا، ونتمنى انني نكون في حسن الظن نتاعكم ونكون انني كنفيدكم بشي حاجة جديدة ومختلفة. ان شاء الله اليوم ان شاء الله جيتكم بعض الافكار للفطور، علاش لا تكون تاهي مائدة الفطور. هنا غادي ندير معكم واحد سلطة مشكلة سهلة بسيطة، ما كتطلبش منا شي حاجة كثيرة، اللي موجودة في الدار غادي تخدميها، يعني اللي توفر لك ديري، اللي ما توفرش ماشي مشكل. اول حاجة البنات غادي نبدا بالخيار، الخيار غادي نقبطوه غنقطعو غوندين، وغادي تشوفوا الطريقة اللي غندير فيه. عندنا لي بيتراف مقطعين، هنا غادي نستعمل السيلغي اولا داك جدرة الكرافس، حنا ديجا كنشيلوهم في لي غون سيرفاس مع الفرماج تيكون. غنستعمل الطماطم مع لافوكا، غادي نستعمل كذلك هذا غنصاوب البيض المسلوق، القلب اولا داك لي زارتيشو اولا القوق الصغير حتى هو كونسيرف الا كان ديرو، ما كانش ما ديروش. بالنسبه للطماط سوغيز اولا طماطم صغيره غادي نستعملها على شكل بروشيت. غنحتاج كذلك البيض المسلوق مقطع، شويه الفرماج مقطع، هذا الكورنيشون حتى هو مقطع، المايس، شويه نتاع لي كراب حتى هما مقطعين، والفرماج الكودا اولا الايدام حتى هو مقطع. هادو كندير بهم، يعني هادو هما المسائل اللي غادي نحتاج للشلاضه نتاعي. والروز بطبيعه الحال غادي راه دابا كيبرد. وبالنسبه للتنسيم لهادشي غادي نستعمل الملحه والبزار وشويه نتاع الخل، هادو مسائل ضروريه تنسمو بهم. واحد المساله بالنسبه للكاروت غابي اولا الفرماج اولا خيزو محكوك، راه سلقتو عاد تنسلقو نص سلقه فقط، نص سلقه حتى يدخل يلا يبدا يدخل الطياب، صافي كنحيدو وكنحكو. عندي هنا واحد التوابل تاع اولا واحد المنسمات لاصالاد اللي فيها المعدنوس والبصله اليابسه وشويه لاسيبولات، ما تفرش عندكم كتعوضون بالمعدنوس والبصله صافي. اول حاجه غادي نبدا بها هي سميتها البيتراف اولا الباربا. دونك لي في اجوردي جو في فو بريزونتي اون تابل دو فطور فاريي اي ديفيرونت دو سكو انا فيو افون. دونك جو في فير اون سالاد كومبوزي. لا بروميير دي شوز جو في اتاكي ديريكتومون لي بيتراف. دونك جو في بروندر لي بيتراف كو جو لي زي كوبي اون دي et je rajoute le mélange des herbes de salade ou bien le mélange des salades. Les gens qui habitent en Europe, on le trouvera dans toutes les grandes surfaces. Personnellement, je l'ai acheté à Lidl. Donc, je mets ce mélange-là. Si vous ne l'avez pas, vous le remplacez par les oignons et le persil. Je rajoute du sel, du poivre et le vinaigre et bien sûr un peu d'huile. Je vais le mélanger et je le laisse reposer. إذا البنات شديت الباربا درتها مع مليحه وبزيره والخل والزيت وزدت عليها داك الميلونج نتاع المعدنوس والبصله اليابسه، ما عندكمش ديروه طري. ثاني حاجه غادي ندير مطيشه اولا الطماطم. هنا كلا كتشوفوا عندي شويه الخيار، دابا انا فاش كنت نقطع دوك لي غونديل شاط لي واحد طريف ما بغيتوش يضيع، زدتو قطعتو زدتو عليها. غادي ندير فيها شويه الملحه، شويه البزار، شويه الخل وزويته وداك الميلونج نتاع البصله اليابسه والمعدنوس والسيبولات. الا ما عندكمش عوضوا غير بالبصله والمعدنوس اولا يعوضوا غير بالمعدنوس فقط ماشي مشكل. دونك لي في لا دوزيام دي شوز جو كوب لي طوماط اون غوندال او بيان اون بيتي مورسو. جو راجوت لو ميلونج دي زيرب دو بور لا سالاد كوم جي دي توت ا لور، لو بيرسيل سيشي، لا سيبولات اي لونيون. سي فو لافي با فو لو رامبلاسي بار لي زونيون فري et le persil. Donc je mélange et je mets de côté. Là je vais attaquer dans le même bol, je travaille toujours dans le même bol. Donc je prends les carottes râpées que je les ai déjà trempées dans l'eau, juste histoire de 5 minutes, demi-cuisson c'est tout. Après je rajoute le reste des crabes, comme je vous ai dit quand j'ai coupé les crabes, il restait un petit peu, donc je les ai coupés et je les ai rajoutés. Je rajoute l'huile de thym. Franchement, ça donne un bon goût. Après, je rajoute le sel, le poivre, le vinaigre et je rajoute la mayonnaise. Franchement, la mayonnaise, ça donne un bon goût. Croyez-moi les filles, cette idée-là est franchement, elle est trop trop bonne. Donc, les bnat qabt khizo ou la jazar mahkouk ou drtou ra qelt lkom slqtou nص slqa. ما تخليوش يدخل عليه السلق بزاف، هي شويه بدا تشوفوه بدا صافي كيدخلوا الطياب حيدوه. صافي كندير معاه الملحه البزار وغادي نزيد شويه نتاع الخل وشويه نتاع لي زيشالوت، وغادي ندير فيه كي قلت لكم لا مايونيز.
اول حاجه غادي نحرك بعدا هذوك العطريه مع بعضها، عاد من بعد تنشوفها شربات مزيان، عاد نزيد لا مايونيز باش هكا كنضمن انه الخيزو شرب ديك التنسيمه. صافي كنزيد لا مايونيز كي تشوفوا، غادي نحركو مزيان ونحطو على جانب. غادي نزيد واحد شويه نتاع البيض المسلوق، غادي نسيت ما قلتها، غنزيد واحد شويه البيض المسلوق وصافي. هادشي اللي كاين البنات. مباشره غادي نبدا نصاوب غادي نبدا نصاوب لافوكا. لافوكا ساهله، ما عنديش شي حاجه كثيره فيها. اول حاجه غادي نديرها اولا بعدا لافوكا راه مقطعها قطع صغيره، غادي نزيد عليها شويه رازت عليها الحامض باش ما تكحليش. صافي غادي نزيد عليها شويه نتاع الملحه، ما غندير فيها حتى حاجه لحقاش هي ديجا فيها الحامض، وندير فيها شويه نتاع الملحه وغادي نخلطها مع لا مايونيز. هنا غادي نزيد واحد شويه نتاع لي زيشالوط فقط، غادي نحركها مزيان. صدقوني البنات هاد البصله اليابسه ولا لي زيشالوط يابسين ولا الثومه اليابسه راه كيعطيو واحد النسمه زوينه ماشي بحال الطريه. صافي خليتها على جانب. دابا غادي ندوز مباشره نصاوب لي بروشيت نتاعي. غادي نقبت واحد البروش، البروشيت صغيره اولا قطيب صغير نتاع العود، وغادي ندير فيه الطوماط سوغيز، تنتبع عليها السوريمي وكنتبع عليها الفرماج. دونك لي في جو في كومونسي ا بريباري لي بروشيت، دي ميني بروشيت فرانشمون دو سوريز اي سوريمي اي فرماج غودا او بيان ادام نيمبورت. صافي كنستمر وكنخليهم باش تنبغيهم نزين بهم. صافي دابا مباشره ملي ساليت هادشي غادي نبدا نقاد الخيار. الخيار قطعته غونديل، حيدت ليه داك القلب ديالو بهاد الاله اللي كيتحيد بها القلب نتاع الخضره، وكنهزل الفرماج فخي ها هو. وعندي واحد المعلقه صغيره، راه دابا كلشي عنده هاد المعلقات الصغيرين، اولا اللي ما عندوش اللي ما يمكنليش يزيب الموس وبدا يدخلها ويحاول ينقي الجوانب. صافي غادي نهز شويه هكا على هاد القياس ونعمر هادوك الدوائر. دونك لي في جو كومب جو كوب باردون لي كونكومبر اون غوندل، جونليف لو كور اي جو كومونس ا رامبلير بار لو فرماج ا تارتيني. فوالا سي سامبل. ان استوس لي في سي كو جو في ميت دون اون اسييت لو طون كو جو في ليتيليزي اي جو في ميت دو بابي سوبالان بور ابسوربي لو كي سور او بيان كي كول دو كونكومبر. اذا البنات درت واحد التبصيل باش حطيت عليه هادوك لي كونكومبر باش يشرب ليا الماء نتاعو ما يبقاش ممرج مع الفرماج. دابا هنا بين بدال لياتي غادي نبدا الروز. الروز غادي اول حاجه كندير الملحه البزار والفينيغ وشويه زويته، كنحركهم مزيان حتى يشرب ديك العطريه، عاد كنزيد ليه الزيت نتاع الطون. ها هي دونك لي في لا بروميير دي شوز جو مي جو راجوت لو سيل لو بوافر لو فينيغ انسي كو لويل دو طون اي جو ميلونج بيان ابري جو راجوت لو طون اي لي زوتر انغريديون. داكوغ جيسبيغ كو ليماج اي كلير. اذا البنات كنزيد كاع هذاك الشيء كله اللي عندي، البيض اللي كتشوفوا لي زارتيشو اللي كتشوفوا اولا داك القوق الصغير اللي كتشوفوا غادي نخليه لهذا التزيين. دونك لي ميني ارتيشو اي لي زو جو ليس بور لا ديكوراسيون لي في. دونك لا جو في كومونسي ا دريسي مون بلا، مي تو دابور جو في بيان ميلونجي لا مايونيز pour que le riz absorbe bien la mayonnaise. اذا البنات اول حاجه غنديرها قبل ما نبدا الدريساج هي غادي نشرب ديك المايونيز مزيان لذاك الرز. صافي هنا بديت الدريساج كي تشوفوا درت على هذا الشكل، على هذا درتو على هذا القالب نتاع طويل. بديت كنزين بلي كاروت هما الاولين، وهانتوما غادي نخلي لكم الصوره تعبر على نفسها. اذا دابا غادي نزيد السيلغي اولا الكرافس، جدرت الكرافس هذا كنشريوه في المحل التجاري كيكون واجد محكوك مع الفرماج بلون اولا الفرماج الطري.
دونك كنبقى كنبدا دابا هنا كنزين صافي. هنا وصلنا للمرحله الاخيره صافي كنزين، كل واحد عاوتاني غيزين على الشكل اللي بغى. انا شخصيا كان درت هكا كل مره وكي تنزين صراحه الله. بالنسبه للدغيساج كتجيني الفكره تلا ديغنيغ مينوت، تنكون ما كتكونش عندي شي فكره مسبقه كيفاش غادي نزين الطبق، والله العظيم على ديغنيغ مينوت كتجيني كل حاجه وكنستفها صافي. هادشي اللي كاين درتو على قد العائله نتاعي الصغيره، درنا القياس اللي غادي نقدروا ناكلوه صافي. هذا هو الشكل نتاعها النهائي، ها انتم كتشوفوه دابا مباشره غندوز معكم نتقاسم معكم وصفه نتاع لي وينغز سهله بسيطه وما كاينش ما سهل منها. اول حاجه اللي فيه هي غادي اولا البنات دونك جو في بارطاجي افيك فو اون غوسيت دي وينغز سي تري تري فاسيل اي سي رابيد كوم لا ميم شوز كون تروف دون لي فاست فود. Donc on va avoir besoin des pilons. Je vais le mariner avec du sel, du poivre, du paprika doux, des échalotes séchées, des oignons ou bien des oignons séchés, ainsi que de l'ail séché. Je laisse pendant quelques heures et après je commence à les tremper dans la farine pour les frire. Donc les bnat غادي نحتاج الركيبات نتاع الدجاج، ندير فيهم مليحه بزيره الثومه اليابسه، تنأكد الثومه اليابسه شويه البصل راه يابسه، الا طفرات ما طفرات ماشي مشكل، ولكن الثومه اليابسه مهمه، الملح البزار والفلفله حمراء. كذلك غادي نسم الدقيق، غادي تخليهم واحد على القري واحد ساعتين يشربوا ديك العطريه. انا شخصيا خليتهم ليله كامله. دونك قبل ما فاش غادي نقليوهم غادي ندوزوهم في الدقيق عاد البيض، غادي نسمو الدقيق هو والبيض بشويه نتاع الثومه اليابسه شويه نتاع البصله اليابسه اولا لي زيشالوط، وكذلك بشويه نتاع الفلفله الحمراء البزار بيان سور. غادي نقبط هذاك الدقيق غنديرو في هذه الخنشه باش يعاونني باش نعرف راه فعلا الدجاج غادي هي من واحد الناحيه كتحيدي عليه قوه الروينه، وتاني حاجه كتخدمي 3 4 نتاع العناصر باش يكون الخدمه نتاعك دغيا سريعه. اذا كنسم كنبدا نسم البيض وبنفس العطريه كنسم تاع الدقيق. دونك لي في il faut mariner ou bien il faut de je vais rajouter des épices à la farine ainsi que les œufs. Donc je vais mettre du sel, du poivre, de l'ail séché, le paprika doux, les oignons séchés ou bien les échalotes séchées et c'est tout. La même chose que ce que je vais mettre dans la farine, ça va être la même chose pour les œufs. Voilà. Donc l'image est très très claire. إذا البنات كي تشوفوا هنا كنسمهم باش يعطوني واحد النسمه رائعه. هما نورمالمون ما كيديروش التنسيمه، ما كينسموش البيض. انا شخصيا كنبغي نسم البيض باش تبقى ديك التنسيمه طالعه وتحيد منه الزفور. حاجه وحده نسيت ما قلتها لكم، غادي نزيد شويه الحليب للبيض. دونك لي في افون دو كومونسي افخير جو في راجوتي ان بو دو لي او زو، سي تو جوست هيستوار دون غراند كويير ا سوب سي تو. سي بون. دونك هنا درت داك الدقيق اللي خلطتو، دونك كنديرو في هاد لو ساشي، كنهز واحد ثلاثه نتاع الحبات ولا اربعه وكنبقى نخلطهم. هذا هو الهدف علاش كندير انا هاد الميكا، باش كتساعدني انني نكون سريعه في العمل نتاعي. عرفتي الواحد دابا مع الصيام وداكشي وخصوصا ديبلا بحال هادو كيخصهم يتكالو سخان، دونك باش تربحي الوقت وما تضيع لكش هكا الوقت صافي. اول حاجه كنديرها كندوزهم جوج نوبات، في كندوز النوبه الاولى في الدقيق ومن بعد في البيض، ونعاود ثاني نرجع وندفعو في الدقيق وعاود ثاني نرجعو للبيض. دونك لي في بور غاني دو طون جو مي لا فارين كو جلي بريباري دون ان ساشي بور غاني دو طون اي بور اتر فريمون سبيد. دونك جو مي بليزيور بيلون، جي ايسي جي 3، جو مي لا بروميير كوش سي لا فارين، ابري جو لو ترومب دون لو ميلونج دي زو et je le remets encore dans la farine une deuxième fois et je le retrempe encore une deuxième fois dans le mélange des œufs. J'espère que là que l'image est très très claire. Comme ça je vais avoir une couche croustillante et bien épaisse. Voilà. C'est pour ça j'ai utilisé un sachet pour vraiment gagner du temps et oh, ça fait. دابا هنا غادي نبدا نقليهم. صافي تنسوسو مع تنبدا نقلي كل حاجه صافي. هادشي اللي عندي انا غادي ندير الزيت نديرهم على حمام زيت، ولكن غندير العافيه على عافيه مهيله. البنات الا بغيتو ينجح لكم هاد لا غوسيت وما يجيوكم طيبين خص العافيه تكون مهيله والدجاج يطيب على حقه وطريقه، ما تجيوش تقلبوه حتى يكون فريمون تا
طابت ديك الجهه اللي لتحت. دونك لي في لو كونساي كو جو دون Je commence à frire mes pilons dans un bain d'huile vraiment à feu doux. Je laisse les pilons prendre vraiment leur temps de cuisson. Donc chaque côté doit vraiment prendre son temps de cuisson et après je peux tourner l'autre côté. D'accord ? Mais du moment que c'est pas encore cuit, je le tourne pas. D'accord les filles ? Ça c'est important pour réussir cette recette. اذا البنات كي قلت لكم عندكم تجيو تبداو تقلبوا ساعه ساعه لا خليوه طيب مزيان. هاد النقيطه الكحلي اللي كتشوفوا راه هي دوك لي زيشالوط داك البصله كتولي هكاك محمره وفقط. انتما كتشوفوا كيجيو قاسحين ومقرمشين وما سي فريمون عيبانوش لكم هكا، ولكن ان شاء الله ملي غتستعملوهم في داركم غديرهم. وكي قلت لكم البنات عافيه مهيله صافي كنخليهم طيطيطيبو كيجي هكا الشكل تاعهم. صدقوني يا البنات كيجيو احسن كاع من المطاعم. تبعوا هاد لا ميثود اللي عطيتكم وغتشوفوا المفاجاه في هاد لا فيديو. هي غنتقاسم معكم جوج نتاع العصائر اللي توب توب توب. العصير الاول هو لا سيترونات، راه شفتو عندي في لا فيديو الاخرى اللي درتها وعدتكم غادي نتقاسمها معكم. كنحتاجو جوج سيترونات كنقسموهم على اربعه القطع وكنديرهم في الثلاجه يبردوا. كندير معاهم الماء والسكر وكنطحنهم صافي. من بعد ما كنطحنهم كنصفيهم، ما كيقبط منك حتى نص ساعه، ما كاملاش هي 10 دقائق صراحه الله. صافي كنصفيهم في هاد الصفايه وكنديرهم كنزيد صافي كنديرهم في القراي. دونك لي في جو في بارطاجي افيك فو دو ريسيت دو جو فريمون تري 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 بون. لا بروميير ريسيت جو دو سيترونات سي تري فاسيل سي رابيد. جو في افوار بيزوان كو دو سيترون et le sel de sucre et l'eau. Je mets le citron dans le congélateur et quand je vais avoir besoin, je le fais sortir, je le mixe et voilà. Donc le deuxième jus, c'est jus de mangue aux oranges et avec la glace de vanille. Oui les filles, c'est avec la glace, c'est franchement trop trop bon. Donc pour les ingrédients, je vais avoir besoin de le mangue, parce que ici le mangue que j'ai de conserve, j'ai pas trouvé le frais. Donc la première des choses, j'attaque les oranges, je fais un jus d'orange comme j'ai fait pour la citronnade. Une fois que c'est prêt, je rajoute le mangue et je rajoute la glace et je commence à mixer. Donc les filles, إذا البنات غادي نقبط العصير. العصير غادي ندير معكم اليوم عصير خاص جدا، هو عصير نتاع المانغ. هذا المانغ ساهل، اول حاجه فيه جوج نتاع المراحل. المرحله الاولى هي عصير الليمون، عندي ليه نفس الطريقه نتاع السيترون. من بعد كنصفيه كنديرو في كنرجعو للميكسور وكنزيد عليه هاد الحكيكات نتاع المانغ. انا ما توفرش ليا المانغ فخي، درتو كونسيرف داكوغ. كنزيد عليه جوج الملاعق كبار ديال لاغلاس نتاع الفاني. ايه البنات لاغلاس نتاع الفاني كيجي من اروع ما يكون. صافي وكنطحنوا كيجي على شكل على فكره. عطاني 4 يترو هذاك لو جو نتاع المونك داك القيسي شتو، عطاني 4 يترو. الطبيله ديالنا البنات كتجي على هذا الشكل. كنتمنى ان تنال اعجابكم هذه الافكار اللي درت معكم. رافقت هذه الاطباق بشويه نتاع لي فخيت، درتهم في هذوك لي باني دو فخيت. ها هما كتشوفهم كيجيو هكا دي ميني باني. لي جو نتاعنا ها هما حتى هما كيف كتشوفوا. كنقول لكم شهيه طيبه، وكنتمنى انني نكون فيدكم في هذا الفيديو. وترقبوا فيديو ثاني ان شاء الله غادي نديرها لكم، فيها مفاجاه رائعه جدا. واللي كيشوف اول مره القناه نتاعي كنقول لكم مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على زر اشتراك وديروا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. حبيباتي هذه نهايه الفيديو، شهيه طيبه وإلى اللقاء.